كانت نقاشات إيجابية بناءة صريحة شفافة، والحمد لله انتهينا إلى التوافق على كل القرارات التي سترفع إلى القمة، ونثمن عاليا الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر الشقيقة من أجل ليس فقط في استضافة هذه القمة، ولكن أيضا من أجل إنجاحها وضمان أن تكون تفعيلا عمليا للعمل العربي المشترك، خصوصا أنها القمة الأولى التي تنعقد بعد 3 سنوات من القطاع. فالأجواء طيبة، الأجواء إيجابية، والحرص على إنجاح هذه القمة كان السمة التي ميزت كل النقاشات التي جرت. الإدراك بأهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الكثيرة المشتركة، وتفعيل عملنا المشترك أيضا من أجل زيادة التعاون الاقتصادي الاستثماري التعليمي الثقافي.